السلام عليكم، معكم مصطفى نجارات مستر بوتك، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات اليوتيوبر الفشيخ. بقالنا كتير قوي ما عملناش حلقه اليوتيوبر الفشيخ، مش كتير قوي يعني، بس يعني بقالنا فتره، ولكن حلقه النهارده هتبقى مختلفه شويه. دايما في اليوتيوبر الفشيخ بنتكلم عن التقديم، في فكره في محتوى ازاي تقدمه، محتوى الجيمنج، محتوى الرياكت كده. لكن النهارده هنتكلم على الفكره والتقديم مع بعض، يعني ازاي تجيب الفكره وازاي تقدمها. تمام، في ايه بقى محتوى النهارده؟ المحتوى التعليمي. المحتوى ده من اكتر المحتويات المطلوبه عالميا يعني، ومن اكتر المحتويات اللي موجوده، ومن اكتر المحتويات اللي في ناس عايزاها، ومن اكتر المحتويات اللي بتتشاف، ومن اكتر المحتويات اللي في حاجات كتير. تمام، ومن اكتر المحتويات المحترمه اللي الناس بتحترمها والناس بتحب تتفرج عليها. فالمحتوى التعليمي مش جاي النهارده اتكلم عن محتوى تعليمي زي دحيح وايجيكولوجي والحاجات دي، لا. المحتوى التعليمي جاي النهارده اتكلم عليه زي قناه هل تعلم، زي قناه عشوائيات. برجحها جدا، عايز تبدا محتوى تعليمي اتفرج على قناه عشوائيات، جدا بصراحه الشخص مبدع اللي ورا قناه عشوائيات، وهتعرف ليه كمان شويه. فهو ده الموضوع. فالنهارده هنتكلم عن ازاي تعمل قناه بتتكلم عن محتوى تعليمي بالتفصيل، مش طبعا تفصيل في هنخش في تفاصيل القناه، ولكن احنا هنتكلم النهارده عن ازاي تجيب الفكره وازاي تقدم الفكره. انت بس عليك انك تبدا بس. طيب، اول حاجه خلينا متفقين على الشخص نفسه اللي هيعمل الفكره دي مش شخص طبيعي، مش مجنون، ما اقصدش كده، انا اقصد ان هو مش شخص عادي. يعني الشخص ده محتاج مهارات، انت لازم يكون فيك شويه مهارات. اول حاجه تكون بتحب تتعلم، تكون بتحب العلم، بتكون بتحب تقرا، بتكون بتحب انك تستثمر وقت ومجهود وما تملش بسهوله من الموضوع. لان اهم حاجه في المحتوى ده هو المحتوى نفسه. اهم حاجه ان المحتوى بتاعك ايه؟ المحتوى بتاعك عباره عن صوتك بس، انت بس هتتكلم والباقي هيقعد يسمعك. فلو كلامك اللي انت بتقوله ده اي كلام وحاجات ملهاش لازمه، حاجات مش حقيقيه، في شويه يعني حاجات اتقالت كده في النص، كذب، مش عارف ايه، فالناس دي مش هتتابعك، الناس مش هتتفرج عليك، هتتفرج على واحد ليه بيقول معلومات من خياله. تمام، فالفكره انك لازم تكون عندك معلومات، لازم تكون دارس اللي انت هتتكلم عليه بالتفصيل، وهتعرف ازاي كمان شويه. اول حاجه الفكره، ازاي تجيب فكره؟ عندك ثلاث مصادر انك تجيب منهم افكار حلوه جدا. تمام، الثلاث مصادر دول هما، اول حاجه يعني هي انت. ايوه انت، المفروض ان انت تجيب افكار. ازاي بقى الموضوع ده؟ عن طريق دماغك. دماغك بتفكر، فما تفكر بيجيلك افكار. ده حقيقي على فكره، انت المفروض انك تفكر عشان يجيلك فكره، والفكره هي اللي انت هتبدا بيها واللي انت هتشتغل فيها واللي انت هتشتغل عليها كمان واللي انت هتقدر تكتب عليها سكريبت. لان انت لو ما فكرتش مش هتجيب فكره، ومش هتبدا، ومش هتعرف تكتب سكريبت، ومش هيجيلك كلام. وازاي بقى ان انت يجيلك الفكره دي؟ عن طريق انك تكون عندك ثقافه، وتكون انت متعلم، وتكون انت عارف انت بتكتب ايه، وتكون عارف انت بتدور على ايه. مثلا انت عايز تعمل حاجه عن الديناصورات، فانت هتخش على جوجل تبحث عن الديناصورات، تشوف انواع الديناصورات مش عارف ايه، وتبحث عن المعلومات اللي انت هتعملها، ولازم تحفظ المعلومات، تكتبها بتنظيم في سكريبت محترم، وتبدا. مثلا ده فكره الديناصورات دي بتيجي من دماغك، انت جت من دماغك كده فكره ان انت عايز تعمل فيديو عن الديناصورات، فدي من دماغك، يبقى انت كده عملت فكره من دماغك، يبقى انت كده فكرت. الف مبروك. تمام، فدي اول حاجه. تاني حاجه، ودي من الحاجات المهمه جدا، الحاجات اللي ممكن ما تجيش في دماغك انت شخصيا. ليه؟ مش عارف، لان اصلا الموضوع ده مهم جدا وناس كتير قوي شغال عليه، يعني هو هثبت لك الكلام ده دلوقتي. هي الافلام. ايوه، الافلام اللي انت بتتفرج عليها دي ناس كتير بتستخدمها في موضوع زي هل تعلم، وزي عشوائيات ذات نفسها بتستخدم الموضوع ده، وناس كتير قوي بيستخدموا الموضوع ده في الافلام. الافلام يا جماعه مصدر معلومات ومصدر لحاجات غريبه كتير قوي، انت ممكن تتكلم عليها في اكتر من حلقه في موضوع القنوات التعليميه، او المسمى بتاع القنوات التعليميه، مع انها يعني مثلا قنوات تعليميه ممكن تتكلم فيها عن حاجات كتير، ممكن تتكلم فيها عن البحر، عن ايه جوه البحر، عن الحاجات الغامضه دي الناس بتحبها. تمام، ف ده يعني احسن حاجه في القنوات التعليميه انها بتبقى تحت مسمى الحاجات دي كلها، الحاجات العامه دي كلها بتبقى تحت مسمى القنوات التعليميه، وده اللي احنا عايزينه. مثلا مثال حي خالص زي قناه عشوائيات. قناه عشوائيات يعني هقول لك الموضوع من الاول، عملت قبل كده حاجه عن القرش الاكبر في العالم، واصلا المنقرض من 2 مليون سنه، اسمه ميجالودون. القرش ده اتعمل عنه فيلم السنه دي 2018 اسمه زاميج. الفيلم ده جميل جدا يعني، بالمناسبه يعني بحبه جدا. المهم ان اللي حصل ان القرش ده هو يعني كان الفيلن او الوحش بتاع الفيلم. فالقرش ده جابوه منين وشافوه فين؟ قال لك القرش ده موجود في خندق تحت الميه، الخندق ده هو اعمق حته على وجه الارض دي، او يعني في الارض كلها، في كوكب الارض دي اعمق حته في كوكب الارض هو الخندق ده. ف
فقناه عشوائيات عملت فيديو عن الخندق ده وايه اللي موجود فيه بكل بساطه. والقناه دي برضو اتكلمت عن زامج قبل كده، اتكلمت عن الميجالودون قبل كده ان هو اصلا يعني حوت او قرش، لا هو قرش انقرض من 2 مليون سنه، اتعمل عنه فيلم السنه دي، فخدت اجزاء من الفيلم ده وحطيته في الفيديو بتاع الخندق ده، فاتكلمت عن الخندق وكلمت عن زامج او الميجالودون نفسه. فقناه زي دي قناه ذكيه جدا، راجل بيستخدم كل حاجه، واكتر حاجه ممكن استخدمها الافلام. برضو حصل قبل كده في قناه هلتعلم كانت برضو بتتكلم عن حيوانات تحت المايه او الحاجات الغريبه اللي تحت المايه، فاتكلمت عن اخطبوط عملاق، برضو جابت حته من فيلم بريتس اوف ذا كاريبيان لو تعرفوا الموضوع ده. باي ذا واي انا بحب جوني ديب يعني ممثلي المفضل، فجابوا حته من الفيلم بريتس اوف ذا كاريبيان الجزء الثاني، وجابوا برضو الوحش ده وكان يعني اخطبوط عملاق كده وحطوه في الفيديو وما حصلش اي حاجه، مفيش اي مشكله تمام. فانت ممكن تستخدم الافلام دي في حاجات كتير قوي قوي قوي، ممكن وانت بتدور وبتدور على المصادر بتاعتك تدور على افلام بتتكلم عن الحاجه اللي انت عايز تجيبها، ومعظم الحاجه اللي في دماغك واللي انت عايز تجيبها هتلاقي لها افلام بتتكلم عنها، معظم اللي انت عايزه، ديناصورات، اي حاجه بقى، اي حاجه في الدنيا اكيد في فيلم بيتكلم عنها، اكيد في فيلم ذكر الحاجه دي، مش انت اول واحد فكرت في الموضوع ده، واكيد في حد فكر قبل كده وعمل فيلم على الموضوع ده تمام. فانت وانت بتدور دور في جوجل، دور في محركات تانية، هتلاقي اللي انت عايزه، وخد بالك قوي انك تدور على افلام تمام. المصدر الثالث ده المصدر التقليدي بتاعنا، قلت لك في الاول على مصدرين غير تقليديين خالص، هو المصدر اللي هو انت والمصدر الثاني اللي هي الافلام. مش كل الناس بتعمل الموضوع ده غير الناس الهاي قوي في الموضوع زي هل تعلم وزي عشوائيات، خد بالك قوي من حته الافلام. تاني حاجه او تالت حاجه هو المواقع، انك تدور بقى في محركات البحث عن المعلومات اللي انت عايزها تمام. يعني الفكره لو انت ما لقيتش فكره معينه بتخش على جوجل وبتدور على اي فكره، بتعمل ضربه حظ يعني، بتقعد تدور على اي حاجه، فدور على حاجه في اليوتيوب الاجنبي واعمل سيرش عنها في اليوتيوب العربي واعمل فيديو عنها عادي جدا، مش اي مشكله. فالفكره اللي هتجيلك قدامك تلات حاجات تتكلم عنها، المصدر الاول هو انت لو انت ما عندكش فكره يبقى انت تفكر، والمصدر الثاني هو الافلام، خد بالك قوي من المصدر ده، المصدر الثالث هي المواقع، وما تدورش في جوجل بس، او الاحسن ما تدورش في جوجل اصلا، لان معظم الناس اللي عملت الفكره دي دورت في جوجل، فانت حاول تروح لبينج، حاول تروح لاي محرك بحث تاني تمام. بس دي اول حاجه هي الفكره، ازاي بقى نقدم الفكره دي. ثلاث خطوات برضو او ثلاث حاجات هتاخد بالك منهم، مفيش خطوات النهارده، ثلاث حاجات تاخد بالك منهم. اول حاجه الصوت، باي ذا واي بالمناسبه يعني ان الموضوع كله صوت، انت اصلا ما بتظهرش، الموضوع كله صوتك، يعني الناس عايزه تسمع صوت كويس. فاحنا ممكن ما قلناش في الاول، ولكن الشخص اللي هيتكلم او من ضمن المهارات اللي احنا طالبينها ان الشخص ده يكون صوته مش حلو، صوته مميز، صوته كويس، يكون عنده حاجه مميزه في صوته، او يكون على الاقل صوته كويس، صوته حلو تمام. يعني ما ينفعش واحد يكون صوته اوكي دي خلقه ربنا ويعني، بس يعني ايوه لو يعني صوتك وحش او صوتك فيه حاجه، فدي حاجه بتقول ان الشغلانه دي او الحاجه دي مش ليك، مش معموله لك تمام. فانت يا اما يكون صوتك مميز يا اما يكون صوتك حلو يتسمع تمام. بس دي اول حاجه، انا ما اتكلمتش على المايك، ما اتكلمتش على اي حاجه، ده ليه؟ لانك لو هتبدا فانت فعلا مش محتاج تجيب حاجه احترافيه، مع ان طبعا الحاجات الاحترافيه هتفرق، ولو معاك فلوس استثمرها طبعا طبعا طبعا، استثمرها على طول في مايك محترم، استثمرها على طول في صوت محترم. عايز توصل لليفل كويس من صوت الحلو، هات مسجل خارجي، ما تسجلش على موبايل ولا من الكاميرا ولا من اي حاجه، طبعا مش هتحتاج اصلا كاميرا، ودي برضو مميزات الموضوع. فانت بدل ما تشتري كاميرا بفلوس غاليه، لا اشتري مايك محترم ومسجل صوت محترم زي الزوم H1 H2 H3 H4 H5 و6 موجود مش عارف، بس يعني عندك حد H5 اشتري اي واحد من دول هيقضي معاك الغرض تمام. ده اول حاجه، مايك محترم، عندك الرود مايك اللي معظم الناس بتستخدمه، عندك الشوت جان مايك اللي الناس برضه بتستخدمه، عندك مايك كتير، في انواع كتير، عندك السامسونج نفسه ده برضه الناس بتستخدمه بس غالي شويه، بتبقى 2000 جنيه و2000 وشويه. المهم يعني ان المايكات دي كتير قوي موجوده وكتير قوي بتستخدمها، فانا مش هقول لك على نوع معين، فانت حاول تجيب مايك محترم، بلاش مايكات كليب لانك مش هتحتاجه، ومش هتحتاج مايك كليب خالص، انت بس محتاج حاجه تكون على ستاند وتقعد تتكلم وهي قدامك بس تمام. يبقى دي اول حاجه في الصوت، واهم حاجه طبعا في الموضوع كله او في موضوع التقديم هو صوتك، لان ده اصلا اللي بيظهر، يعني الناس هتتشد وتحب تسمع لو صوتك مميز ولو السكريبت بتاعك ممتع تمام. فخد بالك قوي من النقط دي، وخد بالك لان النهارده بقول لك كلام من الاخر، بقول لك خلاصه تمام، بجيب لك الخلاصه في الموضوع، فايه ركز قوي في كل حاجه انا بقولها. تاني حاجه، ايه اللي هيظهر معاك وانت بتتكلم؟ الصور والمشاهد. الصور والمشاهد، احنا قلنا الصور انت ممكن تجيبها من على اي محرك بحث، ويا ريت يا ريت يا ريت لو انت
فكرت في فكرة ودورت في مقالة، لقيت مقالة كاملة، المقالة دي فيها صور، ما تاخدش الصور اللي في المقالة، يا ريت ما تاخدش الصور اللي في المقالة لان اللي دور قبلك خد نفس الصور، فما تاخدش الصور اللي في المقالة، تمام؟ لان احنا في اخر حلقة دي هقولك القناة دي هتتقبل في تحقيق الدخل ولا لا، فخليك مستني للاخر، تمام؟ فما اوعى تاخد الصور اللي في المقاله، خد بالك قوي من الموضوع ده، تمام؟ الموضوع ده فيه كوبي رايت مباشر، تمام؟ فما تاخدش الصور في المقاله، ما تاخدش صور في مقاله حد، دور على محركات البحث على الصور على الحاجه اللي انت عايزها، تمام؟ وما تاخدش من المقالات. الناس دلوقتي ممكن تقول لك طب ما الصور اللي موجوده في محركات البحث بتبقى اصلا جايه من المقالات، هقول لك لا، في حاجات بتبقى في مواقع التواصل الاجتماعي زي البنترست والتومبلر والانستغرام، الحاجات دي اصلا بتبقى صور، فبالتالي بيبقى فيهم حاجات كتير قوي، مش يعني هتلاقي اللي انت عايزه، اكيد هتلاقي اللي انت عايزه في الحاجات دي. فانت حتى لو عندك حاجه عن الديناصورات او حاجه عن اي حيوان او اي حاجه بتتشاف يعني، دور عليها واكتب جنبها تومبلر، اكتب جنبها بنترست ودور، ممكن تلاقي حاجات غريبه مش ناس كتير حاطاها في الفيديوهات، تمام؟ لان الحاجات دي بتبقى موجوده على مواقع الصور اصلا، تمام؟ تمام، عشان بس نضمن ان انت ما تاخدش كوبي رايت، يبقى ما تاخدش اي صور من المواقع، تمام؟ ما تاخدش اي صور من اي مقاله، تمام؟ حاجه كمان برضو بالمناسبه، ما تاخدش اي كلام من المقاله، ما تقراش المقاله وتكتب منها في السكريبت، بيبقى الموضوع واضح وبقى كذا حد قبل كده مستخدمه، فاوعى تعمل كده. السكريبت لازم يكون جاي من دماغك انت بس. بالنسبه للمشاهد فالموضوع محلول جدا، وكلمنا قبل كده في الموضوع ده، هو الافلام ما قدامش غير الافلام اللي هتجيب منها مشاهد. اصل بص، مفيش حد في الحقيقه اللي هو طبيعي هيكون هيصور حوت مثلا زي الميجالودون من 2 مليون سنه، او هيصوره من مليون سنه، او حتى هيصوره اللي هو موجود دلوقتي ويصوره دلوقتي، لان يعني الموضوع ده مستحيل. فانت هتجيبه من فيلم زمج، فبالتالي نفس الكلام على الديناصورات، هتجيبها من افلام ديناصورات، وعندك كتير قوي كينج كونج في ديناصورات، مش عارف ايه، اي حاجه. فاللي انت عايزه هتلاقي له مشاهد في الديناصورات، واعتقد مشاهد في الديناصورات هتلاقي له مشاهد في افلام، تمام؟ واعتقد ان انت بنسبه 99% مفيش كوبي رايت هيجي عليك، حتى لو خدت من فيلم صريح، حتى لو خدته من فيلم صريح مفيش كوبي رايت هيجي عليك. طول ما انت بتاخد مشهد اقل من 15 ثانيه مفيش كوبي رايت هيجي عليك، تمام؟ فخد بالك قوي من حته ال 15 ثانيه دي، تمام؟ فهمت اللي انا بقول لك؟ خد بالك من كل كلمه انا بقولها، لان انا فعلا اللي بقوله النهارده خلاصه. يبقى كده فاضل تالت حاجه بس، وهي المونتاج، التركيب. هتركب كل ده مع بعضه ازاي؟ انت بس كل الموضوع بسيط جدا، هتركب الفيديوهات والصور اللي انت عايزها على صوتك بس، مش محتاج اكتر من كده ولا محتاج تزود عن كده في حاجه. والناس اللي داخله تتعلم وداخله تشوف معلومات، مش داخله تتفرج على حبه حاجات غريبه او يعني حبه لعب مونتاج بقى وشقلبه وبتاع، لا، انت بس ناس داخله تتعلم، ناس داخله تعرف معلومات منك بس، مش اكتر، مش محتاجه تعرف اكتر من كده. فالموضوع بسيط جدا يا جدعان. اتكلمنا النهارده عن كل حاجه تقريبا بتخص المحتوى ده، يعني الحاجات الوحيده ما كانش فيها ازاي تعمل قناه بتتكلم، يعني اللي هو تخش بقى القناه بقى اسمها ايه والحاجات دي كلها عندك انت في ايدك انت، لازم انت تفكر في الموضوع ده، تمام؟ مش هنتكلم فيها طبعا، بس يعني الموضوع بسيط، القناه دي مش لكل الناس، مش اي حد، لازم يكون صوتك حلو، تقدر تعمل تعليق حلو، زي الموضوع ده ممكن يفتح لك مجال بعد كده انك تشتغل معلق صوتي على مواقع زي فريلانسر والحاجات دي عادي، تمام؟ فلو تقدر انك ابدا النهارده مش بكره، محتوى اليوتيوب او اليوتيوب نفسه لازم تبداه على طول. الموضوع مش طالب منك كاميرا ولا طالب منك تظهر في القناه والناس دي، طالب منك صوت كويس، لو بتعرف صوتك حلو او صوت مميز، تمام؟ وشويه جهد في انك تكتب، وشويه جهد في انك تفكر، وبس، مش طالب منك اكتر من كده. طيب، وصلنا النقطة الأخيرة، هل القناة دي هتتقبل بتحقيق الدخل ولا لا؟ هتتقبل. طيب ليه؟ لأنك أنت ما خدتش حاجة من حد، أنت ولا واخد سكريبت من حد ولا كاتب حاجة، يعني المحتوى مش كتابي، لا، المحتوى صوتي، أنت بتتكلم، فبالتالي هيتقبل. حاجة تانية، الفيديوهات والأفلام اللي أنت هتاخدها مقاطع صغيرة ما تعديش ال 15 ثانية، فبالتالي مش هيتحسب عليك حقوق طبع ونشر، لا من الشركة صاحبة الفيلم ولا من أي حاجة، ولا من اليوتيوب نفسه لما يجي يراجع القناة ولا أي حاجة. فالقناة هتتقبل، المعلومات اللي أنت هتكتبها مش معلومات مسروقة من حد، الصور والحاجات دي زي ما قلت لك مش هتبقى مسروقة من قنوات تانية، عشان كده بقول لك لف كتير قوي في الصور والفيديوهات بالذات، ما تاخدش حاجات محطوطة قبل كده، دور على المحتوى اللي اتعمل شبه الفكرة اللي أنت عايزها وشوف واخد إيه وما تاخدوش، تمام؟ خد بالك من الحتت دي عشان على الاقل المحتوى بتاعك يزدهر ما بين المحتويات. فكده 99.9 بلاش 100% ان القناه دي هتتقبل في تحقيق الدخل، تمام؟ فمفيش اي مشكله عندك انك تبدا النهارده في القناه دي وتبدا تشتغل على نفسك، وان شاء الله يعني بص لنفسك بعد 3 4 سنين تشوف نفسك تبقى فين بقى لو بدات من النهارده. وبس كده يا جدعان، دي حلقه النهارده. اعتقد انتوا عارفين ان انا حاليا بقالي 22 دقيقه بسجل، انت متخيل يعني 22 دقيقه واقف
عمال بسجل وشوام يعني الساعه 5 الصبح ميعادنا المفضل اور تايم وبس كده يا جدعان. بما ان ده حلقه يوتيوبر فشيخ فعايزين نوصل الحلقه دي ل 400 لايك تقديرا للمجهود اللي انا فيه النهارده، فنوصل الحلقه دي ل 400 لايك واعتقد ان احنا هنقدر عليها، واحنا قدرنا قبل كده كذا مره فهنقدر ان شاء الله نوصل الحلقه دي ل 400 لايك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ده تعمل له شير بقى للناس تانية، الناس اللي بتحب المحتوى التعليمي فاعمل له شير واعرف المحتوى ده هيتحقق معاك الدخل، والناس اللي عندها مشاكل في الموضوع ده متقلقش بسيطه ان شاء الله والموضوع هيعدي. فاشتغل على نفسك، ابدا النهارده وما تقلقش من موضوع لا تكلفه ولا اي حاجه، القناه دي مش مكلفه خالص، انت حتى يوم ما هيبقى معاك فلوس تشتري مايك وتشتري مسجل محترم بس. فما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناه عشان تشوفني، ويا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، والجرس ده عشان يوصلك فيديوهات في اي حاجه عن اليوتيوبر فشيخ هتعرفها، واي حاجه احنا بننزلها هتجيلك، فاشترك في القناه وبس كده. شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.